الميزان مبدئيا مبدئيا يا ميزان عندك شويه مشاكل ولكن محلوله يعني هي مشاكل سهله الحل سهله الفك سهله التضارب كده ان الواحد يعني يقدر يعديها بسهوله ان شاء الله هي مشاكل اولا واخيرا بسبب خلافات ماديه ممكن تكون خلافات على ورث او خلافات في شراكه مع حد معين آه ولكن هتتفك الخلافات دي وهيكون في آه خير و... ورزق كويس قوي هيدخل يا برج الميزان آه عارفه ان انتوا صبرتوا كتير قاعدين كتير مستنيين كتير الدنيا عندكم بايظه بقالها فتره وبتعانوا ولكن فرجوا قريب ليكم الشهر ده ان شاء الله انطلاق تحقيق اهداف نجاحات متعدده على المجال الدراسي والعملي فرص كتير جدا هتكون قدامكم وقدامكم ان انتم تستمعوا ليها وتحاولوا ان انتوا تقتنصوها او تحصلوا عليها علشان خاطر ايامكم تكون اسعد واهنى ساعات كده في في فرص بتعدي على البني ادم لو سابها تعدي من بين ايديه بيخسر كتير فياريت تكونوا منتبهين للفرص او اللمحات اللي هتتعرضوا ليها يا برج الميزان وتعرفوا ازاي تقتنصوا الفرصه ازاي تكسبوها وإزاي تستفيدوا منها. آه ونجاحات طبعًا نجاحات إن شاء الله في المجال الدراسي. آه بالنسبة للحب الحبيب القديم اللي بعد واللي هجر واللي عاش حياته بشكل أو بآخر ممكن يكون قام بخطبة ممكن يكون حتى قام بزيجة. وسابكم لفتره كبيره من الزمن وفاكر ان هو هيرجع يتلاقيكم بحطه ايده زي ما حطكم زي ما هيرجع يلاقيكم أه الحكايه وما فيها ان بالفعل أه انتم موجودين ولكن ما بقتوش زي ما انتم اتغير حاجات كتيره جواكم اتكسرت حاجات كتيره واتبنت حاجات كتيره امور كتيره وضحت وظهرت لل... للعينين ب... بحقيقه أه معظمكم ما قدرش يحب تاني ما يدخل في علاقة تاني كانت الدنيا مظلمة أو مسددة في وشه ما عايز يلجأ لأي حب تاني ولا حتى أن هو يرجع للحب الأولاني هو يأس من فكرة الحب أساسا أو كفر بالفكرة يعني خلاص أنا ما أؤمن بالحب ما مفيش ما فيش حاجة اسمها في الحياة حب ما فيش حب لا حقيقي ولا حب من الأصل أه نويتم ان انتوا تحققوا نفسكم او انكم تحطوا مجهودكم كله في الشغل او تتفانوا في خدمه اللي حواليكم اكتر من انكم تفكروا في قلبكم وفي سعادتكم معظمكم لان دي فكره حلوه جدا للواحد لل... يلهي نفسه كده و... وما يبقاش مركز قوي و... ويبقى بيحب الحياه بشكل او باخر يعني انا هحب مساعده غيري اكتر من انا احب مساعده نفسي الحبيب ده راجع ندمان ونفسه ان هو يبدا معاكم من اول وجديد ليكم حريه الاختيار ما بانكم تاخدوه وتسمعوه وتشوفوه وتعيشوا معاه تاني او انكم تبداوا بدايه جديده نهائيا وبالفعل ليكم بدايات جديده بدايات جديده سعاده جديده مع انسان جديد طبعا كله تبع رغباتكم محدش يقدر يملي عليكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه كل واحد هو ادرى بمصلحته ومنفعته اه بالنسبه للعطفه زي ما احنا شايفين اهوت في رجوع في ندم في حته كده لعب على المناطق الحساسه بتاعه الحب بتاعه زمان والعاطفه اللي جواكم واللي هي ما اتدفنتش الى الابد يعني اللي لسه موجوده. هتحاولوا ان انتم تسامحوا كان بها مش هتقدروا ان انتم تسامحوا يا ريت تعرفوه ان الانتظار مفيش منه فايدة ولو إن في بعضكم عايزين فكرة الانتقام، أنا مش الانتقام اللي هو آخد حقي يجي لي وأنا أرفضه. أعرف إن ربنا جاب لي حقي، وفي بعضكم طبعا هيقبل بفكرة الرجوع والصلح وإن إحنا نرجع لبعض والحب تاني، بس في نفس الوقت هيكون حريص أكتر من المرة اللي فاتت. بالنسبة للصحة بالنسبه للصحه لبرج الميزان فالصحه كانت بعافيه زي ما بيقولوا كده كان في وعكه صحيه بتمر بيها يا برج الميزان كانت صعبه جدا كانت مره بيك بصعوبه كنت حاسس ان انت ممكن ما تخرجش من الازمه ديت او الازمه الصحيه ديت زي ما بيقولوا كده اخذت منك رئات حسيت ان هي كانت مرحله كان لازم تعدي فيها علشان تنقي نفسك من جوه وعلشان يعني تحس قد ايه بنعم ربنا حواليك، طبعا انت مش انسان مش عارف النعم انت عارفها ولكن كانت مرت عليك مرحله من الياس والاكتئاب انت رفضت اصلا العيشه وما كنت رافض اصلا ان انت تعيش ولكن بعد الوعكه ديت رجع احساسك بالحيويه والنشاط وحب الحياه من اول وجديد آه طبعا آه لبعضكم لبعضكم فيه هيكون آه فرصة لعمل جديد أو شغل جديد آه بدايات جديدة ليكم في معظم المجالات طبعا وحسب رغبتكم انتوا اللي بتختاروا تبدأوا بدايات جديدة البدايات دي ممكن تكون عاطفية ممكن تكون عملية في طاقة شفاء كبيرة ونصر من عند ربنا هيبعته لكم هتشوفوا النصر من عند ربنا يبعت لك حاجة تبين لك ان انت الحمد لله كويس وتمام وان ربنا بيجيب لك حقك لعندك وانت قاعد من غير ما تتكلم من غير ما ما تنزل من غير ما تقول حاجة بس يعني ولا حتى تعبر اي تعبير ربنا هيجيب لك حقك وهيورهولك قدام عينك وهو بياخده لك من اللي ظلمك يا برج الميزان ايامكم كلها سعادة وهنا خلينا نشوف اكتر بالنسبة للشغل بالنسبة للشغل عشان الناس اللي قالت لي قللي شوية من العاطفة وتكلم عن الشغل شغل عاطفة ايه اللي احنا عايزينها وحب ايه اللي بنفكر فيه احنا بنفكر في العمل وبنفكر في الفلوس والمادة والدنيا هتمشي ازاي احنا مش في ظروف ابدا للحب فتمام نقول لهم الجزئية بتاعتهم واحنا قلنا الجزئيات اللي قبل كده بيقول لك انت ليك حزم لامورك بدايات جديده نجاحات جديده مشروع انت كنت بادئه وفاقد الامل نهائي ان هو هيجيب اي ارباح خلاص او شكت ان انت تقفله او حتى تلغيه اه هيبدا يعطي ثماره ولكن ثمار بطيئه في الاول او قليله في الاول بعد كده هتبدا الثمار اه والانتاجيه تعلى وتزيد وهيبدا نجاحك يتشاهد ويتشاف. و هتعمل ممكن يعني مثلا لو هتوسع المشروع ده هتنتج فيه اكتر. هيبقى فيه تحسن ملحوظ لدخلك وحياتك كلها بناء عليه. طبعا هنيجي بقى للسؤال التقليدي طيب بالنسبه للعزاب و ايه مصيرهم المتأخرين الزواج هنرد عليهم علشان دول يعني اكتر ناس عايزين امل وعايزين حب في الايام اللي جاية هنقول ان في عندكم عروض خطبه وعروض زواج ان شاء الله في تأسيس لبيوت في كمان خلينا نقول في فرصة لانجاب لمتأخرين الانجاب واللي ربنا ادالها بنات ربنا هيرزقها بالولد ان شاء الله في ناس كتيرة بيطلبوا الطلب ده فطبعا ربنا ان شاء الله هيديهم في فرصة كبيرة في الفترة دي الانجاب الذكور ان شاء الله اللي محتار بين حبين وبين شخصين هتقدر تقرر بسهولة وهتقدر ترسع على البر بسهولة وهتلاقي سعادتك مع اللي انت تحبه واللي انت ترتاح له ان شاء الله بحبكم دايما كلكم في الله ولله وعايزه لو سمحتم لو سمحتم من فضلكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه وتشير الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم وتعريف اصحابكم بقناتي علشان يشتركوا عليها عايزين نكبر عايزين ان شاء الله قبل نهايه السنه نكون تمينا ال الف. آآ عايزه القناه تكبر آآ بيكم وليا علشان يبقى عندي دافع ان انا اشتغل لكم اكتر وان انا ابث فيكم روح الامل والتفاؤل اكتر بحبكم كلكم اترككم في رعاية الله وامنه مع السلامه